السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده جميل، فيه شوية تولز جميلة بتحسن الصورة بتاعتك، وممكن تكون الصورة بتاعتك صغيرة فهو يبدأ ان هو يكبرها. جربت كذا مرة وكويس، يعني في مواقع كتيرة بتدعي الموضوع دوت، لكن ده فعلا جربناه لنا بشكل كويس. خلينا مثلا نجرب دوت، تمام؟ وده هنجربه واحدة واحدة بس، يعني خلينا نمسك كده ايه حاجات معينة. هنا الصورة عندك صغيرة وعايز تكبرها، فزي ما احنا عارفين لما بتكبر صورة زي كده الصورة بتبوظ، فهو لا هنا بيكبرها مع الاحتفاظ بالريزوليوشن بتاعتها. طيب انا كان عندي صورة من شوية و ملهاش علاقة بالموضوع، بس الريزوليوشن بتاعته ضعيفة، تمام؟ خلينا نشوفها كده. انا حملتها ولقيت الريزوليوشن بتاعته ضعيف. ديت انت بترفع الصورة وتقول له مثلا كبرها لي ده مرتين تلاتة اربعة، ولو في فيس انهانس يعني لو في وجه انسان حسنهولي. حسنهولي يعني ايه؟ بيبدأ يخلي باله من الفروقات بتاعت الالوان وكده بحيث انها تطلع بشكل افضل. طيب هي رسمة معمارية فهو هيبدأ ان هو يدرسها ويشوفها. تمام، لاحظ الفرق. انت لو جبت الصورة دي وحاولت ان انت تعمل لها زوم هتلاقي الصورة بدأت تبكسل وتبقى سيئة. هنا حسن لك اداء الصورة، هو شغال بالذكاء الاصطناعي. دي صورة صغيرة خالص يعني كأنها ايكون، لكن هو لما كبرها الكلام نفسه بدأ يبان. فدي الفكرة، ممكن يكون عندك صورة فيها لغة عربية فيها اي لغة، هو ان هو بيدرس الكونستراكت والحاجات دي. الحاجات دي ممكن نعملها بفوتوشوب، بس بتاخد مجهود كبير ونقعد نظبط فيها كتير، هو اوتوماتيك بيعملها. هنا زي ما انت شايف في نغبشه كتير، هو بدأ يحسن لك الصوره بشكل رهيب. طيب الجميل بقى ان الموقع ده معتمد على جيت هاب. جيت هاب ده زي موقع للبرمجه بس اوبن سورس، يعني كلنا بنبقى شايفين الكود، فممكن تاخد الكود ده وتطور بيه الموقع بتاعك، تمام؟ ممكن يكون في صورة في الكرتون مثلا لقيتها فراشة بالشكل دوت، فيبدأ ان هو يكبرها لك. طيب نرجع، دي صورة ممكن تكون واضحة بس فيها يعني هتشوفها دلوقتي. دي الصورة قبل ما تدخل ودي بعد ما دخلت، تحس ان في كأنك كنت بتتفرج على فيلم مصور بالكاميرا اي كلام، بقت هنا في تباين في الالوان وبقت الموضوع اجمل، تمام؟ دي بقى العجيبه جدا، الصوره كانت لا تكاد ترى. كان شايف الصوره دي قد ايه كبرها وصلت للدرجه دي؟ يعني الصوره دي لما تيجي تكبرها تلاقيها نغبشت معاك وباظت بص بقت عامله ازاي. كان عندنا صور دي غالبا بتبقى ايقونات صغيره كده، تمام؟ هو بقى بالذكاء الصناعي قدر يكبرها بالشكل دوت، تمام؟ وفي صور كتيرة وتقدر انت ترفع صورة من عندك وتجربها. الموقع ده مجاني تقدر تجرب. طب قبل ما نقول مجاني خلينا ندخل على البرايسنج عشان ما نصدمش، بس انا ما طلبش مني فلوس لغاية دلوقتي. لو برايفت مود البرايس، تمام، بيبدأ ان هو يحاسب عليك، لكن انا جربت في كذا حاجة ما حتى الآن ما طلبش مني فلوس ولا حاجة خالص. بيقولك تقدر استخدامه فري، بس بعد استخدامات كتيرة ممكن يطلب منك فلوس قليلة يعني، تمام؟ زي دي الصورة مثلا فيها نغبشة كتير، هو بدأ ان هو يحسنها. الصورة بالشكل دوت بدأ ان هو يحسنها ويكبرها 4 أضعاف بدون ما تحس ان في بكسله او في مشكله او حاجه زي كده. حاجة بالشكل دوت وبقى بيبدأ ان هو يظبط لك السكيل بتاعتها ويظبط لك الريزوليوشن تطلع بالشكل الجميل دوت. كان في موضوع الالترا وايد فريم بدأ يخليها سوبر ريزولف،
بحيث ان هو يحسن لك الصور. فالادوات الموجوده فيه قويه جدا، تقدر انت تستخدمها تجربها كلها بدون اي مشاكل خالص.